أمطار قوية تشهدها معظم مناطق المملكة العربية السعودية وتحذير عاجل من الأرصاد من تجدد أمطار غزيرة وغير مسبوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن تقلبات جوية مع تكاثر للسحب الرقامية على منطقة جنوب جازان يصاحبها أمطار غزيرة مع عواصف رعدية وتساقط للبرد، حيث شهدت منطقة جازان عواصف رعدية غير مسبوقة حولت النهار إلى ليل، وتم تسجيل أكثر من 150 صاعقة في الدقيقة الواحدة مما أدى إلى أكثر من 10 وفيات. والله يا جماعة عاصفة شديدة، عاصفة شديدة في منطقة الصوان، وأدت إلى العديد من الأضرار المادية، حيث تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك تمتد إلى مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، حيث توقع مركز الأرصاد هطول أمطار اليوم بمنطقتي عسير وجازان، فيما ستشهد مناطق أخرى غبارا وأتربة مع احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير وقد تمتد إلى منطقة الباحة، حيث تشهد المملكة العربية السعودية سقوط الأمطار على عدد من المناطق في المملكة في ظل استمرار لحالة الطقس الممطرة التي تشهدها المملكة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران وعدد من المناطق الأخرى بأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد، وحذر المركز من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على مدينة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتشمل مناطق الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن، وطالبت الأرصاد تجنب الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع السيول والحذر من البرق، ومن المتوقع استمرار تأثر المنطقة بالحالة الممطرة مع نشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.